في البداية طبعاً الأب والأم هم القدوة. نعم. بتصرفاتهم، تعاملهم، احترامهم للطفل، لأن الطفل ما بيتقبل أي شيء إذا ما تم احترامه. فهذه أول نقطة. كيف نحترم طفلي؟ نحترم أفكاره. يعني الطفل إذا أنت ما تكلمت معه وعرفت شو احتياجه، أحيانا أنت تقول لا مفترض ما تسوي كذي. طيب أنت ما عرفت ليش سوى هالشيء بذاته. فالمفترض أن نحن نبدأ نحترم الطفل ونشوف شو المشاكل اللي يواجهها. يعني اليوم اللي هالواحد فيهم ما يبى يرقد قبل الساعة 8، وإحنا نعرف أهمية الرقاد للأطفال عشان ينمون، عشان يكونون أذكياء. نعم. فبالتالي هل إني أنا أخليه راحتي يرقد متى ما يبى، هذا ما يعني إني أنا أحترم رأي؟ عرفينا كيف أحترمه. لا، الاحترام أو النقطة اللي تكلمتي عنها لها مسببات. إذا دخلنا في المسببات في عدة أشياء، إنه ما ينام سواء غذائية مثلا، أكيد يعني استخدام الأيباد وغيره، جهاز العصب صبي كله تعبان وغيره، طبعا تعلمون هالاشياء الثانيه. ولكن من احترام الطفل انك انت كيف بتحترمه اذا انت ما حاورته دكتوره. يعني اقول له ليش لازم يرقد، اعطيه الاسباب. وقبل هالشيء يعني نحن لازم نسوي بنيه اساسيه للاحترام. كيف تعرف انك تحترم ابنك؟ لازم يفهمك وتفهمه. فلازم يكون في حوار يعني في الاسره، الحوار والمناقشه هذا شيء مهم جدا.